مشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة التي تجمعنا بكم في برنامج أهل الهمم. ومثل ما تعودنا معكم في كل حلقة نسلط الضوء على بطل متميز من أهل الهمم، الأبطال ذوي الإعاقة، كل في مجاله. هناك المبدع في الرياضة، وهناك المبدع في الفن، وهناك المبدع في الإعلام وفي الأدب وفي الشعر. كل مجالات الحياة وضعوا أبطالنا أهل الهمم بصمة متميزة باسم ذوي الإعاقة، فنسعد دائما بتسليط الضوء على أصحاب هذه البصمة. اليوم إن شاء الله عدستنا في أهل الهمم تأخذنا إلى لعبة رياضة مبارزة ذوي الإعاقة، وتحديدا في نادي الإرادة الكويتي الرياضي للمعاقين. نسعد بأن يكون معنا وفي صحبتنا في هذه الحلقة أحد نجوم هذه الرياضة، بطل المنتخب الكويتي لمبارزة ذوي الإعاقة ولاعب نادي الإرادة الكويتي الرياضي للمعاقين النجم سالم عبد الهادي. حياك الله كابتن سالم. الله يحييك حبيبي، سعداء بوجودك معنا اليوم. الله يحفظك وشكرا على قبول الدعوه. حبيبي سالم، يمكن هذا اول ظهور اعلامي لك. اي احنا طبعا نسعد ونتشرف دائما ان يعني يكون لنا السبق في اهل الهمم بتسليط الضوء للمره الاولى على الابطال اللي مثلك وشرواك، مثل اخوانك واخواتك في رياضه ذوي الاعاقه. فنشكرك على ظهورك الاول معنا عبر تلفزيون الكويت. وانا حاب اني اشكركم لحضوركم وتسليط الضوء الى النادي وللاعبين، وخصوصا للاعبين اللي هم المبتدئين. سالم ما شاء الله، كم صار لك انت التحقت في رياضه ذوي الاعاقه وتحديدا المبارزه؟ انا صار لي تقريبا 6 اشهر. ما شاء الله جديد يعني. جديد. ودخلتها حبا للعبه، وكنت ألعب قبل ألعاب ثانية، بس اللعبة اللي جذبتني المبارزة. المبارزة، شنو كنت تلعب قبل المبارزة؟ كنت لاعب تنس طاولة ولعبت ألعاب قوة. حلو. أي سنة دشيت رياضة ذوي الإعاقة تقريبا؟ أنا تقريبا صار لي سنتين. سنتين؟ إي. لعبت ألعاب قوة، لك مشاركات بطولات فيها؟ لا. ما شاركت بطولات؟ ما شاركت. والتنس؟ حتى التنس ما شاركت. تنس ما شاركت. بس انك يعني لعبتها محليا لك انت. اي. لكن توجهت الى رياضه المبارزه وشاركت ما شاء الله. ونبارك لك، مشاركتك كانت الاولى محليه في نادي بطوله نادي الاراده للمبارزه، اخذت فيها المركز الثالث ما شاء الله. اي. كلمني عن هالمشاركه هذه. هذه كانت اول بطوله لي وخذيت فيها المركز الثالث، وكانت هي عباره عن احماء للبطولات الخارجية، إن عشان اللاعب يكون ياخذ على اللعبة وياخذ على الوضع. فهذه كانت تجربة وايد حلوة ما شاء الله، ومنها للأعلى. ما شاء الله، يا رب للأعلى دائما. والله دائما يا سالم انتم رافعين اسم الكويت، رافعين علم الكويت ما شاء الله في منصات التتويج العالمية، وان شاء يا رب نشوفك ان شاء الله بطل برلمبي باذن الله. باذن الله. وبطل العالم في المبارزة تكون ان شاء الله يا رب. شنو تلعب بالمبارزة، فلوري بي سابر؟ انا العب في فلوري وبي. فلوري وبي. قاعد الاحظ سالم يعني اغلب اللي يلعبون فلوري يلعبون ابي معاها، شنو السر؟ لان السيفين يكونون بالبوينت، انه بس من طرف السلاح اللي تتسجل اللمسه، اما السابر تصير بالسيف كامل. فاغلبهم اللي يلعب فلوري يقدر يلعب ابي، سهله عليه. إيه؟ ابي حلو. بس انت اقرب لنفسك شنو؟ انا افضل فلوري. تفضل فلوري. الفلوري فيها فلوري طبعا، يمكن اتوقع اللي هي اللمسات بالصدر تكون. اي. والابيب الجسم كامل. فمنطقه الصدر هي اللي تحتاج تحكم اكثر. إيه؟ الله يوفقك. طبعا انا بنتقل معك ايضا الى مشاركاتك الخارجيه، واللي ما شاء الله وضعت بصمه حلوه فيها، لكن بعد الفاصل ان شاء الله نبي نتكلم عن المشاركه الخارجيه باذن الله. مشاهدينا نطلع معكم فاصل ونرجع نتواصل مع ضيفنا نجم المنتخب الكويتي للمبارزة ذوي الإعاقة سالم عبد الهادي. خليكم معنا بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم حلقتنا المتميزة اليوم حول رياضة
مبارزة ذوي الإعاقة وموجودين معاكم في صالة نادي الإرادة الكويت الرياضي للمعاقين، ومعانا نجم المنتخب ونادي الإرادة لرياضة مبارزة ذوي الإعاقة الكابتن سالم عبد الهادي. حياك الله سالم. الله يحييك. سالم، انتقلت ما شاء الله من المحلية، انت الحين حطيت بصمة في المحلية وأخذت المركز الثالث وعرفت اللعبة وعرفت شو اللي لك وشو اللي عليك وعرفت تفاصيله، وجسمك أخذ على قاعدة الويلشير وإيدك أخذت على السيف، انطلقت إلى بولندا. كانت أول مشاركة لك في بولندا، عدل؟ عدل. شلون هالمشاركة كانت؟ كانت تجربة جديدة وهي اللي حطت لنا ان نشوف الدرب بعدين شنو نحتاج ان احنا نسوي، صحيح، وشون ان احنا نشارك اكثر وناخذ على اللعب، وهم نقدر ان احنا نشوف اللاعبين الثانيين الاحتكاك هذا اعطاكم خبره اكيد، وهذا يعني شيء وايد زين احتكاك اللاعبين من اكثر من ناحيه، من الناحيه الفنيه، من بناء علاقات مع اللاعبين الدول الثانيه، وهذا كان شيء وايد وايد زين. ما شاء الله عليكم. المعلومات اللي عرفتها من مدربكم الكابتن خالد المسي عليه بالخير طبعا، ان انت ما شاء الله عملت نقله، رغم انه يعني كان في مده سنه تقريبا شاركت بطوله بولندا اول مره العام، وشاركت السنه في بولندا ايضا، لكن النقله اللي انت سويتها خلال سنه من مشاركتك الاولى حصلت على لمسه واحده، اي، لكن ما شاء الله في البطوله الثانيه في بولندا ايضا تصنفتوا فرق المركز الثامن، وجبت تقريبا بروحك كم لمسه؟ ثمان لمسات. ثمان لمسات ما شاء الله، يعني فرق بين لمسه الى ثمان لمسات. هالفتره هذه شو اللي سواه سالم؟ شو التدريب اللي كثفه عشان يسوي هالنقله؟ هو اغلبها تكون بالدروس مع الكابتن خالد، ان نتعلم الهجمات والصد، ومع الوقت يعني بدينا ان نكثر لعب، ويعني خصوصا بالفلوري والبي نلعب جيمين ثلاثه اربعه، لين بعدين انت تبدي جسمك يتعود وياخذ، صحيح، يعني ما تحتاج ان انت تفكر ان انت تلعب، جسمك بروحه يسوي الشيء بالضبط. الليونه هذه اي واللياقه هذه تلعبون طبعا، تتدربون يومي؟ يومي يعني. يومي، لكن اكيد قبل البطوله يصير تكثيف في التدريب عندكم فترتين؟ يصير، صح الكلام، واغلبها يكون هالفتره ان نشوف يعني المشاكل اللي تحوش اللاعب عشان تتعدل وتصلح، عشان ما تصير بالملعب بالبطولات الصعوبات اللي تواجهكم عشان تتعدونها. إيه؟ الله يوفقكم ان شاء الله. شو توعدنا وتوعد الساده المشاهدين وجمهورك الكويتي اللي قاعد ان شاء الله يراهن عليكم ان بتكونون ابطال البرلمبيات القادمه باذن الله؟ احنا محتاجين الدعم والتشجيع من الكل، واحنا نقدر، وهذه البدايه. الله، اي والله احنا نقدر، وهذه البدايه، وان شاء الله يا رب القادم اجمل معاكم باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا سالم. حبيبي. يعطيك العافيه حبيبي. اذا مشاهدينا ختمها سالم ما شاء الله بجمله جميله، احنا نقدر، وفعلا نقدر باذن الله، وثم بدعائكم ومحبتكم لاخوانكم الابطال ذوي الاعاقه في مجال الرياضه اللي دائما يذهبون الى بطولات العالميه والبرلمبيه وياتون محملين بالذهب، مثل ما قال لكم سالم، محتاجين فقط تشجيعكم ودعمكم المعنوي لهم ان شاء الله. نلتقيكم ان شاء الله في حلقه قادمه من اهل الهمم وبطل من ابطال الهمم باذن الله. إلى ذلك الحين فريق العمل يستودعكم الله، مع السلامة.